نهار الخميس لما اجتمع أبو كذيبة ب اجتماع تاع الكريا هذايا المجلس تاع أرباب العمل اللي جا في بلاصة المنظمة اللي كان دايرها علي حداد، علي حداد راح كلش راح دارو كريا، كريا تكون فيها كريم مولا. شكون كريم مولا؟ كريم مولا مسكين كان حاضرو جبار داير عليه بروكسينات يديرو دراهم يديرو بدا، هذه سياسة جبار ميكسورسيون دي فون، وداير هكذا اللي الجماعة تاع في اوروبا تحكمو بهذا السبب هذا، وداير يتكلم عليه تبون ما عندوش شجاعة باش يتكلم بالشي اللي كاين. دونك نسمعو. دونك النقطة الأولى، الكلمة اللي ألقاها أنه ما يهموش سمعة الجزائر، تهموش تروح شكير محبيتنا، كواك هو في هذه الكلمة يتوجه لمجموعة يسوق فيها جبار مهنا ومعه لطفي نزار، وهذه كلها باش الناس تفهم ما هوش صراع أجنحة، كاين توفيق ونزار يدفعوا في جبار باش يمحيوا تبون يجيبوا واحد داخل يكون ليهم، ولكن صاحب الموقف وسيد الموقف هو شنقريحة، وشنقريحة ما يخلي حتى واحد يتقاسم معاه السلطة، سيرتو با توفيق ونزار قالتو من اللي كنتو حاكمين المال مشتوش عليا، وبقيت انا 18 سنة في جراد جنرال ماجور، وانتو ما كنتو حاكمين هاي انا في جراد جنرال ماجور. دونك اليوم ما قسمش معاكم السوق، نجي نضرب معاكم كويس ويسكي داكور، وتحبس صاحب القرار فيما يخص تعيين رئيس الجمهورية القادم شنقريحة وحده ولا شريك له، محتاش بيك. واش قاعد يدير هذا جبار؟ يحرك في جماعة جردان جبت لندن وجبت من في الاخر هكا كارلوس، قالوا كارلوس هذا جايب يعني قد الكبول من دولار داولو مرته من بعد جاته بطفل وماركاه، هو يقولها في المحضر، يقولها في المحضر جاب طفل ماركاه على اسمه، هذا راجل هذا وين صرا كيما الاخر الجد هذاك مرته دات داتو بنته ومشات عند مولاي كريم بها بنتها، وده مولاي كريم في زوج وسنياتلو كانت مينور سنياتلو، شوف ناس اللي دايوث دايوث. المهم دونك الكلمة اللي تاعو اسمع شو يقول وشوف الضعف ديالو، اسمع. ان شاء الله ما ترجعش، رغم ان شيء نادر ولكن فيه بعض الناس ما زالوا يحنوا للماضي الأليم اللي عاشوا البلاد، ويظن باللي يضغط على الدولة ويضغط على السياسة الاقتصادية تاع الدولة لما يتواطأ مع ناس في الخارج باش يدير معهم تلفزيون ويسب الدولة ولا يسب أمور، هذه مشات. هنا اللي راه مقصود هو جبار مهنا يحل الماضي، لأنه في الماضي كانت حرب أهلية وكان عايش بها، عايش من حرب أهلية جبار مهنا، والجماعة اللي يحب يدير معهم تلفزيون هم معروفين جيرد لندن اللي يقول بشي يديروا أنا من القناة المركزية من الاستديوهات المركزية في باريس، دركا هو هارب لندن ما يقدرش يدخل لفرنسا باسكو هرب من الكونترول جوديسيير، تسمى كان حاكم تحت الرقابة القضائية لما تلقوه المخابرات بيتوه ليلتين وطلقوه حتى شو كونترول، لأنه عنده قضية أخرى،
قضية جنايات تاع الابتزاز، سرقة، التعدي على حرم الآخرين، الإكستورسيون دو فون، الإسكروكري، عندهم مئات القضايا. وهذه جايبينه يروح لبريطانيا، لا روحوا يجيبوه مودا داري انترناشونال ماهوش تاع الجزائر، مودا داري تاع فرنسا يجيبوه. نمي الفو كبير. دونك هنا يتكلم على هذا. وعلاش تكلم على الكاش ده؟ لأنه يا أخي الجرد نحلو التليفون ديالو عطالو طريحة وبان على روحه ويعيط يا كارلوس يا كارلوس، كارلوس هارب هذا جاهيد هذاك محمد يفتيس هارب لازم كفوف وهرب والآخر بقى بالكفوف يضرب فيه بالكفوف وبان على روحه بان هذا كان يضرب هذاك نحلو شاف التليفون في سروالو نحلو سروالو دارو التليفون وراح التليفون وقع بين يدين تبون المحتوى قال واش كاين اكتشف كلش اكتشف انه الكاتب الخاص ديالو يجسس عليه ويمد المعلومات الكولونيل موعد اللي يمدهم الجبار ومن بعد يمدوهم للجرد لندن الجبار اكتشف اللعب تاعو حوس ديال التلفزيون باش زعما يطيحوا وتبون واش كيديروا مدارين مجموعه عبدو السمار وجرد لندن ولطفي نزار وهادو زعما طايحين على تبون وعبدو السمار يكتب في واحد الموقع مغربي المغرب انتيليجنس باع روحو للمخابرات الجزائر باع روحو اسمه الجبار يكتب يقول لك المعارض الرئيسي لتبون هو لطفي نزار نعم لطفي نزار ولا معارض اي نعم باش غدوة كنجيبو لك واحد يقول لك هذا كان معارض وهما راهم يأيدوه ولا بيزا معارضة والناس حسبيه صح معارضة ما كان لها معارضة لعمار بوزوار يخدمو فيه أنا اللي نعرفو يعارض ثم كاع صفهم كانوا يضربو بين ولاد الكلبة ما عندي ما نخير بين ولاد الكلبة ما عندي ما نخير كي تبون كي شنقريحة كي جنبا كلهم توس بس توس أنا كسرو سون بيتي أنا هذيك تاع مافيا دي جينيرو ما حنيت على حتى واحد وما رحمت حتى واحد حتى من العرب بالخير قال لي بو أنا برك ما تكلمش عليك كيفاش ما تكلمش عليك لا لا ما تكلمتش عليك حتى غادي يمكن ما درت والو شبيك هذا صافا با هاي اللي يجي عارف ماشي ندير هذا من داري هذاك ولا خدي من عنده درام والو دونك تبون هنا كان يتكلم على جبار اللي كان مستعملها نورمالمون بيسك لا اي بان بدو ردوا البليده ردوا يكمل 8 سنين ديالو دابور بون جرد لا هذاك هاو يسكفوا به الفرنسيس وزيد انكور رفع به دعوه وزير فرنسي من اصول جزائريه كريم ملال حط عليها ويهودي راه كذا فرنسا تحطم من الانتيسيميتيزم رحت رحت فيها دونك شاحنين علينا شاكي بيه في الانجليز وشاكي بيه في فرنسا هذاك رقم مسكين في بي بلس عنده قضيه كذا بلس المخابرات الفرنسيه عزروه هو ومجموعه ديالو عاودوا جبدوا القضيه ديالي انايا ذاك الوقت اسمعك كنت القضيه تاعي مازالت او نيفو دو لا جوستيس تاع يخلصوا هذاك هذاك الحرام هذاك الكبيب هذاك كارلوس اللي الشهر ها جايين محمد ايتيس وغيلاس وطبعا لطفي نزار اللي في القضيه والجبت اللي معاهم كل مجموعه اللي ديجا راهم تحت الرقابه دونك تبون ضعيف ما قدرش يتحرك صابوا ناخذ في التليفون كل ما يتعلق بالتبادل ما بين لطفي نزار الجرد اسمه الجبار مهنا كل شيء موجود ضعيف ما يقدرش باش يتاخذ اجراء الى قرار هذا هو نزيدو نكملو لا سويت تاع
كلمة ديالو. اللي يبغي يسب ولا يبغي يندب. أنا قلتها القطار انطلق وما يتوقفش. ناس القطار انطلق واش القطار تاع من راس هذايا؟ القطار تاع من راس مش من قطار انطلق. يا تبونا تو في دي شير بلاس، راه قاعد تو في دي شير بلاس. كيف كيفهم؟ في بعضاتهم كلوا بعضاتهم. بالمال والاحترام في بلادهم وكذا يمشي يدي وثائق الأجنبي. الوثائق اللي مد الوثائق راهو معاك، وعلاش ما تحبسوش؟ يجيبوا في الوثائق ويخرجوا فيهم ويديروا فيهم دوم الأجانب ويديروا كذا ويحوسوا على باش زعما فينونسيون. ما يبقى حنا فينونسيون جرداد، وحنا فينونسيون ما عندهم لا تجربة لا قال سمعة طيبة، لا عندهم علاقات داخل القطاع الإعلامي، ما كان والو، ما يديروا والو. الوثائق تكلم عليهم وخرجوا من الديوان ديال، خرجوا من البيرو ديال. يحشم على روحك، كما بقاتش الدولة عمرها ما صارت وثائق تاع الدولة تاع الرئاسة تاع كذا تخرج توزع وتمد وكذا وأسرار، ما بقات أسر لا دولة لا والو، باسكو جا على راسها ولا أن تبون أن شنقريحة. طلبوا لك وثائق؟ قال فيه ما فيه الرئيس تاع الكريه هو اللي يعطيكم الوثائق، انا خطيني. وهلو ما جر من الامثله. المهم هذه تهم 0.0001 تاع ناس، اغلبيه تاع القاعه وكلها في القاعه. نتمنى ان شاء الله راهم منسجمين مع بلادهم، هما يستفادون البلاد تستفاد. واش بون هذا هنا يتكلم ثاني على واحد بزناسي مع ولادو، راهو مع ولادو بدا البزنس مع ولادو، ومن بعد كان من قبل بزنس مع بوزيت وبزنس مع هذا يما هي بحف بالمزاد العلني يهضر عليه الثاني لا والكريا وما الكريا واش من كريا. وقال بلاد ولاد، كش ما خليتو بلاد نتوما؟ كش ما خليتو بلاد؟ بلاد يحكم فيها واحد كان يروب على يدي ورجلي، ما بقاتش بلاد. سلميني ونحيي فيهم الروح الوطنية والرغبة في إبراز الجهود لها تبذلها البلاد من خلالهم هم. هذا اللي ديجا سنعادوا أردوه دخلنا. إذن لها تبدلها باش ولا في الكريا رئيس الكريا طلعوا جبار، طلعوا جبار، لأنه كي كان جبار في البلاد كان عايش على ظهره وضرب عليه دراهم. هذا كان يدير ديودورو، كان يخدم ديودورو فاك دو فريشور ولا شكري من هذا هو نيتاج تاع جبار. غدوة يدور عليك يا تبون. ما بقاتش بلاد، ما بقاتش دولة، ما بقى والو. بلاد من خلالهم هما. إذن دخلنا في مرحلة ماذا بينا نطوي نهائيا الملف تاع الماضي. انت نتاج الماضي يا تبون، انت راك نتاج الماضي، نتاج الحرب الأهلية. الحرب الأهلية اللي كانوا يقتلوا فيها راك داهم دايرين بيك. شنقريحة قتل، ناصر الجن قتل، جبار قتل، أبو لحية قتل، كلهم قتلوا. جزائريين ومتابعة مجد تكلمني على الوطنية، كان جيت صح وطني تبدأ تبعثهم للحبس.
تبحث من المحاكمة. شي انت تتكلم على اسرائيل قالوا اشكيوا بها للمحاكم الدوليه، انت بدا باللي عندك ارتكبوا جرائم ضد الانسانيه قتلوا جزائريين عسل. ما تخدمش على الشعب. لو كان ديمقراطيه في الجزائر وكان حريه التعبير في الجزائر، الموضوع هذا يتناقش في البلاطوات على التلفزيون. ما تجيش تطبع اي حاجه اللي بغيت تقولها باش تدبدب الشعب. كيفاش؟ الدوله نتاعكم راكم عارفينها اليوم، ما عدا القوه الالهيه القاهره. ما فيش قوه في العالم اللي تقدر تضغط على الجزائر. مي هذايا يعني شكون اللي يشوف باللي كاين ناس تجي يروحوا للدول اللي تجي يضغطوا على الجزائر؟ يحبوا يضغطوا عليك، راهم ضاغطين عليك، انت ما تقدرش تهدر قدام الملكة، الملكة يستعرف مغربية الصحراء تغلق فمك. فوالا. ولما اسبانيا قالوا غير مقترح الحكم الذاتي، واللي جاب السفير تاعك وداير كذا ومنا، ومن بعد وليت هبط راسك ورجعت الامور كما كانت راكم قبلها. واش كان يقول تبون؟ شو اش كان يقول؟ ها تبون كان يقول لك الجزائر تظهر العين الحمراء لاسبانيا. علاش؟ اتهمت سلطات مدريد بالتخلي عن موقفها من القضيه الصحراويه وتحمل مسؤوليتها التاريخيه كمستعمر سابق. استدعاء السفير الجزائري في مدريد بشكل فوري للتشاور. الو واش درك خلاص تاع مدريد تخلات عن موقفها من القضيه الصحراويه وتخلات عن مسؤوليتها التاريخيه؟ خلاص راحت ما بقاتش على هذيك. درك ترد ترجع السفير وكل شيء مسرى، وانت تقول لي باللي رانا ما كاش اللي يضغط علينا. يضغطوا عليك وانت ساكت، يضغطوا عليك وانت ساكت. دونك تبقى كاينه حاجه، لانه كاين ضغوطات اخرى فيما يخص حقوق الانسان. لما يسجلوك انه راك في المراتب الاخيره في احترام حقوق الانسان، في المراتب الاخيره في احترام حريه الصحافه، هذه انت لا تبالي بها، لانه صوره الجزائر لا تهمك. صوت الجزائر ما تهموش. هذا اما الضغوطات كي ضغطوا عليهم قوت الله كاش هذه لنا تجيش تخرط على الشعب. من المفروض خطاب كيما هذا يتناقش. احنا في دوله ديمقراطيه، علاش فرنسا ماكرون يقول كلمة واحدة أو ناس تناقش وكل واحد يعطي رأيه، كل أحزاب تكلم. أنا لا أحزاب لا صحافة لا سياسيين لا والو ريان، يجي يهدر هكذا ويجي راه. نورمال الكلام اللي قالوا يعني حاب يدير تلفزيون، شكون فاهم روحك؟ افضح. واللي حابين هادو ما راهم قاعدين يديروا فيك، هم معروفين راس الحربة. جبتو بجنبك في اجتماع مع ماكرون وتطلب معاه، تطلبوا فيه هشام عبود وفرحات مني وامير دزاز باش يسلموهم في فرنسا. يا ولاد الحرام، تطلبوا من القوى الاستعماريه تاع البارح باش يسلموا لكم جزائريين حرام. تحل فمك. ربي يقدر خير بلادنا، ربي يبعد عليها بلاد الحرام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.